لا محمد شايف تكريم المرأة من زوجها يكون لا ازاي؟ سؤال على فكرة مش سهل ليه؟ ده سهل قوي. والله، مش سهل، لأن مسألة تكريم المرأة أنا هقول لك طبعا اللي عندي أنا اتفضل شخصيا، اتفضل. لكن أنا بتكلم الأول على العموم. تكريم الزوجة بقى من زوجها بيختلف من زوجة لزوجة، من ست لست. واحدة ما بتحسش بالتكريم إلا لما يجيب لها هدية فخمة وتساوي عشان كده سألت حضرتك في بداية كلامي التكريم هو ايه؟ تكريمها ممكن يجيب لها حاجة هدية بسيطة وتبقى فرحانة بيها قوي، لكن صدقيني إن شاء الله وكل اللي شايفيني، تكريم الزوج لزوجته ابتسامة منبعها من القلب، تغني عن الدنيا وما فيها. ابتسامة منبعها من القلب تغني عن الدنيا وما فيها. طب ايه كمان؟ التغاضي عن جميع حفوات الايام، مبقاش واقف لها على الواحده كده، ما يحسسهاش دايما انها غلطانه، ما يحسسهاش دايما بالنقص، ما يحسسهاش دايما ان هو يعني اللي فوقيها هي تحت ايده دايما. لا، اللي اهم من ده كله ما يحسسهاش بمرور الزمن. انها راح عليها يعني لا يعني مثلا مهما كبرت هي حلوة. هي عروسه، عروسه في نظره، مهما كبرت هي عروسه في نظره، لان ما تنسيش ان هو كمان كبر. سيدنا النبي صلى الله صلاة عليه والسلام. وسلم، السيده ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، لما قالت ايه؟ اللهم اجرني في مصيبتي واخلف عليها خيرا منها يا رب العالمين، او اخلفني خيرا منها يا رب العالمين. فلما جالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام. يخطبها، قال لها ايه؟ انك دعوتي بكذا، يعني اخلف عليها خيرا منها، ولا يوجد خير من ابي سلمة الا محمد بن عبد الله. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. طبعا هو خير الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فهي بتقول له يا رسول الله مثلي لا يكون لمثلك. فقال يا ام سلمة مثلك لمثلي، يعني الحال من بعضه، سن زي بعض. قالت يا رسول الله عيالي، عندي عيال. قال لها عيالك عيالي، عيالك عيالي. يبقى هنا الإحساس بجمع ولم شمل الأسرة الواحدة بيرجع للزوج. تكرمها إنك ما تفكريش إن أنت بقى عندك كام سنة يبقى راحت عليكي، لا،